السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. أبشركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فماذا بعد هذا الفضل من فضل؟ هذه الدقائق التي نقضيها معا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة، تنزل علينا السكينة، وفوق هذا كله وأفضل من هذا كله أن يذكرنا الله في من عنده سبحانه وتعالى. فأسأل الله لا يحرمنا هذا الأجر. أشكركم على حضوركم، وأشكر دائرة الشؤون الإسلامية على هذه الدعوة وهذا الملتقى المبارك، ملتقى راشد بن محمد رحمه الله تبارك وتعالى، وأسكنه فسيح جناته وغفر له ولوالديه ولنا وإياكم جميعا. ولقد اختار إخوانكم أن يكون موضوع حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، موضوع: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقبل أن أشرع في هذا الموضوع، أحب أن أرسل لكم رسالة من القلب أقول فيها إني أحبكم في الله سبحانه وتعالى. وهذا واجب على كل مسلم مع إخوانه المسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويتولى بعضهم بعضا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في توادهم أي محبة بعضهم لبعض، هذه المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأسأل الله جل وعلا أن يديم هذه المحبة فيه وله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذكروا أن أعرابيا سمع أحدهم يقرأ هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فاطمأن قلبي. ثم سمع قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالوا: ما الذي أغضب الرب حتى أقسم سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا يقسم أن هذا حق، أن في السماء رزقكم وما توعدون، وأن هذا حق، وأقسم بذاته الجليلة سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله جل وعلا يمن علينا بكرمه وفضله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم
عظيمة جليلة، شيء نراه، شيء نسمعه، شيء نسمع به، وشيء لا نشعر به ولا ندريه، وهي نعم عظيمة، شيء نعرفه وشيء لا نعرفه، كلها من الله الواحد الرزاق سبحانه وتعالى. إذ لا رازق إلا الله ولا معطي إلا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تكفل برزق جميع خلقه جل وعلا، جميعهم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنى صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا من الله، وهذا قليل من كثير يمن الله تبارك وتعالى به علينا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم سبحانه وتعالى، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. ومن أعمال الرب أنه الرزاق، أنه الوهاب، أنه المعطي المحيي المميت سبحانه وتعالى. يعطي عطاء عظيما جل في علاه. إذا آمن العبد أن الله جل وعلا هو الرزاق، وأنه لا رازق إلا الله جل وعلا، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه؟ لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يرزق أحيانا بالأسباب وأحيانا بدون الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بدون سبب. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق بالأسباب، يرزق بدون الأسباب سبحانه وتعالى. ولا رازق إلا الله جل في علاه. عندما يعرف العبد أن رزقه ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، والله الذي لا إله إلا هو. إذا آمنا بذلك واعتقدناه عقيدة جازمة، والله لا نخاف على رزقنا ولا نهتم لهذا الأمر. كثير من الناس اليوم همه، فكره، عمله لأجل تحصيل الرزق، ورزقه مضمون ورزقه مكتوب. وما خلقنا الله لنبحث عن الرزق، بل تكفل لنا بالرزق. وما من دابة إلا على الله رزقها،
تكفل لنا بالرزق وما خلقنا لنبحث عن الرزق، بل هو يرزقنا ويعطينا سبحانه وتعالى، ولكنه خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالذي يبحث عما ضمن له ويجهد عما ضمن له وهو الرزق، ويهمل ويضيع ما طلب منه وهي العبادة، لا شك أنه مطموس البصيرة، لا يدرك حقيقة الأمر الذي لأجله أوجدنا الله على هذه الدنيا. بل إن بعض الناس يكفر بالله، يعصي الله للبحث عن الرزق المضمون، وخلقه الله ليعبده لا لأن يبحث عن رزقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي، في روعي يعني في قلبي، إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ألا يطمئننا هذا؟ يقول: فأجملوا بالطلب، اتقوا الله وأنتم تطلبونه سبحانه وتعالى. لن تموت نفس، لا نفسي ولا نفسك ولا نفس آخرين، لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحدكم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حتى لو هربت من الرزق يأتيك، لأن الله كتبه لك سبحانه وتعالى، مكتوب: وإذا قدر الله أمرا من ذا الذي يرده، من ذا الذي يرد أمر الله سبحانه وتعالى. كلنا نحفظ فيما أظن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: سمعت أو حدثنا الصادق المصدوق. وقال الصادق المصدوق، يقول أهل العلم، لأنه سيتكلم عن أمر غيبي، فأراد أن ينبه الناس أن الذي قال هذا الأمر الغيبي هو الصادق المصدوق، الصادق فيما يقول، المصدوق بما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. مكتوب، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. بل قبل أن تكون في بطن أمك، إن الله، يقول النبي في صحيحين: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مقادير الخلائق كلها كتبت قبل أن نخلق، قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ليش تخاف على رزقك؟ رزقك مضمون، مكتوب، محفوظ. والله الذي لا إله إلا هو لا يزيد رزقك درهما ولا ينقص درهما أبدا، يأتيك كله. ولكن متى أراد الله سبحانه وتعالى؟
وليست القضية قضية ذكاء وفن ودهاء وكذب ورشوة وغير وسرقة، لا 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 لا، بدون هذا كله وبه الذي يسرق أخذ ما كتب له، لو لم يسرق لجاءه، والذي يرشي أخذ ما كتب له، لو لم يرشي لجاءه، والذي يغش أخذ ما كتب له، لو لم يغش لجاءه. يذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه سائل، فقال علي للسائل انتظر، قال وكنت أذكر أني وضعت دراهم، قيل 4 دراهم وقيل 7 دراهم، لكن لا أدري أين وضعتها، فصرت أبحث عنها، فتأخر على السائل وهو يبحث عن هذه الدراهم، فلم يصبر هذا السائل، فنظر فوجد فرس علي رضي الله عنه فسرق لجامه، لجام الفرس، سرق، قال أبيع اللجام وانتفع، ما حد يشوف، وأخذ اللجام وهرب. وجد علي الدراهم رضي الله، خرج ليعطي الرجل، وإذا الرجل قد ذهب، ثم جاء إلى علي فقيل له لقد سرق لجام فرسك، فقال الله المستعان، ثم أمر خادمه قال خذ هذه الدراهم واشتر بها لجاما، فذهب إلى السوق فوجد لجام فرس علي يباع، فجاء بكم تبيعه؟ بكذا بكذا، ما عندي إلا هذه الدراهم خذها، فأعطاه الدراهم التي كان سيعطيه إياها علي رضي الله عنه، وأخذ اللجام ورجع به إلى علي رضي الله عنه. فلما رجع قال يا أمير المؤمنين وجدت اللجام يباع بالسوق، فقال علي لعل الذي جاء هو الذي سرقه، صفه لي الذي باعك، فوصف، قال هذا الذي استعجل رزقه، ولو صبر لأخذه بالحلال، لكنه استعجل رزقه فأخذه بالحرام، فما كتبه الله لك ستأخذه والله الذي لا إله إلا هو ولو كان في فم الأسد، وما لم يكتبه الله لك والله لن تناله ولو سلم لك يدا بيد أبدا. من آمن بالقضاء والقدر وأن الأمور مكتوبة فإنه سيرتاح في دنياه، إن فاته شيء من المال قال ما هو مكتوب لي، الحمد لله سأفرح، بل لو سرق منه شيء من المال قال غير مكتوب لي، ولو جاءه شيء من المال قال مكتوب لي، وهو أن الدنيا لا تدخل إلى قلبه أبدا، فإذا جاءت الدنيا ففي يده، وإذا خرجت الدنيا فمن يده، فلا تدخل إلى قلبه أبدا. لماذا؟ لأنه يؤمن بأن الأرزاق مكتوبة مقدرة، وهو في بطن أمه كتب رزقه كله، لا يزيد فلسا ولا ينقص فلسا، لأنه مقدر مكتوب من عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يده ملآ يعطي عطاء عظيما سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا هو الرزاق جل في علاه. يقول في الحديث القدسي العظيم حديث أبي ذر، يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ثم بعد ذلك قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر.
المخيط الإبرة، الإبرة الكبيرة هذه التي تخاط فيها بيوت الشعر، لو أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ كم حملت من البحر؟ ولا شيء. فيقول: إذا كانت هذه الإبرة أنقصت البحر فالذي أعطيتكم أنقص ما عندي سبحانه وتعالى. فلنثق بالله تبارك وتعالى، ولنعلم أن ما عند الله جل وعلا إنما يؤخذ بالدعاء والرجاء والعبادة وطيب النفس. حكيم بن حزام يروي الزهري رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير وعن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو من يقول عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان كريما، وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الخير التي كان يعملها في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، ما ضاع الخير الذي فعلته في جاهليتك حينما أدركت الإسلام وأسلمت. يقول حكيم بن حزام: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقلت: يا رسول الله أعطني، فأعطاني، ثم جئته مرة فسألته فأعطاني، ثم جئته الثالثة فسألته فأعطاني صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رسائل يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، فقال حكيم بن حزام عند ذلك: والذي بعثك بالحق نبيا لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، ما راح أطلب من أحد أبدا. هذه رسالة وصلت وفهمتها، لن أسأل بعدك أحدا أبدا. يقول عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب راويا هذا الحديث: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أي الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينادي حكيما فيعطيه حقه من بيت المال فيرفض، قل لا أخذ شيئا. فلما كان زمن عمر يعطيه فيأبى، لا أخذ شيئا. ومن يستغني يغنه الله، غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن شيء لا به. حتى إن عمر كان يشهد الناس عليه، يقول: يا أيها الناس اشهدوا، هذا حكيم بن حزام أعطيه من مال الفيء، أعطيه حقه ونصيبه من بيت مال المسلمين فيأبى ذلك. يقول عروة وسعيد: فظل على هذا حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. إذا كانت الأرزاق مكتوبة والأعمار مكتوبة، فكما قلنا إذن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في طلبه لهذا الرزق، يتقي الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا هذه كلها لأربعة نفر، يمكن ثمنهم ما أدري لأن أربعة اثنين زينين واثنين مو زينين، دير بالك. يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه
ويعرف لله فيه حقه، هذا الأول. قال ورجل آتاه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. طبعا الأول قال فهو في أعلى المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ويقول لو آتاني الله مالا لصنعت كما صنع فلان. قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. قال ورجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به فلا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحما ولا يعرف لله فيه حقا. قال فهو في أخبث المنازل. قال ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن مثل ما صنع فلان، أي الخبيث. قال فهما في الوزر سواء. فإذا رزقنا الله إذن المال نتقي الله فيه، وإذا لم يرزقنا المال نتقي الله في نياتنا، ولنا أجر من عمل من الأغنياء، لك أجر من عمل من الأغنياء، فهما في الأجر سواء. هذا فضل الله، هذا رزق الله سبحانه وتعالى. فرزق الله تبارك وتعالى اطمئن له. يقول النبي لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم. هذا أهم شيء، يعني الذي يخص موضوعنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لماذا أكذب حتى أحصل رزقي؟ لن يضروني، لن يضروني. لماذا أغش؟ لن يضروني. لماذا أتذلل لغير الله؟ لن يضروني. لا يستطيع أحد أن يضرك، ولا يستطيع أحد أن ينفعك، فلا أنافق ولا أجامل على حساب ديني لأجل لعاعة من الدنيا لن أحصلها. يعني لو كانت لعاعة من الدنيا تحصلها يمكن، لكن لعاعة من الدنيا لا أحصلها. الآن الذين يكذبون ويغشون ويسرقون هل كلهم نجوا؟ أليس السجون فيها من الأذكياء من فيها؟ لماذا؟ لأن غير مكتوب لهم، أرادوا شيئا غير مكتوب لهم وسرقوا وكذبوا وغشوا وكذا ودخلوا السجن. وفي ناس من أيضا المجرمين وهذا سرقوا ما انتبه لهم وصار لأنه مكتوب لهم، انتهى الأمر. القضية قضية مكتوب وغير مكتوب فقط. السرقة وعدمها لا تزيد رزقا ولا تنقص رزقا أبدا، ولا الذكاء يأتيك بالرزق. يذكرون أن أعرابيا رجل من البادية، رجل من البادية دخل إلى الحاضرة، والبادية عادة يأتون إلى الحاضرة يبيعون للحاضرة ما عندهم ويشترون ما يحتاجون، تبادل المنافع. هو يبيعهم الفرو ويبيعهم الخراف أو الإبل، ويبيع مثلا الإقط، يبيع مثلا الحليب، فيبيعهم ما يحتاجون إليه، ثم يشتري ما يحتاجه من التمر، من القمح، من الشعير، من الملابس وغير ذلك، فهو تبادل المنافع. فدخل هذا رجل من البادية الحاضرة ودخل السوق وباع
ما عنده واشترى ما يحتاج إليه. الآن يريد أن يرجع إلى البادية واشترى خيرا كثيرا، فجاء ووضع على البعير، على الرحول الآن، على البعير يضع عليه حاجياته، فجاء إلى الخرج الذي جهة اليمين فوضع فيه التمر والشعير والقمح والملابس وكل شيء وضع هنا. الآن البعير شوي يطيح على جنب. طيب والحل؟ قام أخذ أكياس من التراب من الرمل وضعها في الجانب الآخر حتى يكون إيش؟ التوازن. فرآه أحد الناس من الحاضرة فقال له تعال. نعم. قال ماذا هنا في اليمين؟ قال هذا تمر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا مما أحتاج إليه. قال طيب واللي باليسار؟ قال والله رمل. قال وين رايح؟ قال رايح البر. قال ناقصك رمل، ناقصك رمل بالبر، ماخذ رمل من الديرة توديه البر، ناقصك رمل. قال لا بس عشان التوازن، البعير يطيح لا صار يمشي هكذا. قال الله يهديك الله يهديك، ليس هكذا. قال شلون؟ قال انا اعلمك، فك اكياس التراب، طيح التراب كله واخذ الاكل وهذا وزعه يمين ويسار، ضبط الامور. قال الحين انت تركب بعد، قبل تذبح البعير انت، الحين انت تركب بعد. قال ما شاء الله. قال ذكي انت ذكي. قال لا ماني ذكي. قال لا ذكي، شلون عرفت هذا؟ قال عادي كل الناس. قال لا لا انت، انا ما انتبهت لها، انت شلون انتبهت لها؟ انت ما انت سهل. قال يا ولد حال الامور عادي. قال لا لا بسألك سؤال. قال نعم. قال على هالذكاء ايش عندك من المال؟ قال والله ما عندي شيء. قال لا هين، قول الصج، انت ذكي ايش عندك؟ قال اقول الصج؟ قال يقول الصج. قال والله اني مرات اتعشى ومرات انام ما اتعشى. قال شلون كل هالذكاء وتنام انت متعشي؟ قال لي معقول؟ قال لي قال انا حلالي، اللي بدو يقول قال انا حلالي لو قف عند اوله ما تشوفت له كثير. قال الله يبارك لك بحلالك. قال انا ما قلت لك عشان تدعي لي، ما بيك تدعي لي. قال ايش تبي؟ قال رجع الرمل. قال له قال لو الذكى ينفع كان نفعك، خلني على اخبالي والله رازقني. صحيح الارزاق ما لها شغل بالذكاء، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. الذكاء ما له شغل، ارزاق هذه ارزاق مكتوبه من عند الله تبارك وتعالى، والانسان يسعى في طلب هذا الرزق استجابة لأمر الله. فامشوا في مناكبها، فالله أمر أن نمشي في مناكبها ونسأل الله من رزقه. لكن هذا المشي استجابة لأمر الله، لا أن الرزق لا يأتيك إلا حتى إلا وأنت تمشي، لا. ولذلك يرزق الآن الطفل وهو في بطن أمه، يولد وارثا 7 مليون 5 مليون أكثر أقل، صحيح؟ يولد وارثا، يولد غنيا، أبوه مات وهو حن في بطن أمه. الأرزاق لا شأن لها بالسعي، وأما السعي فإنه استجابة لأمر الله. فالذي لا يسعى لا يؤجر، والذي يسعى يؤجر، لكن الأرزاق واحدة. ويذكرون عن أخوين، قال أحدهما لأخيه قال إذا أردت الرزق لابد أن تسعى في طلبه حتى تحصله. فقال له أخوه لا، رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. قال لا، لابد أن تسعى لتحصل الرزق. قال لا، رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. قال ابقى في مكانك إن شاء الله باكر جا صلي عليك ميت من الجوع. تركه وخرج يطلب الرزق، والثاني جلس في مكانه. الذي خرج وهو في طريقه وإذا شجرة قد خرجت أغصانها من بستان، ثم سقطت تفاحة على الأرض خارج المزرعة،
فأخذها. حلال؟ لا. ليش؟ صاحب المزرعة. طاحت بالأرض خارج المزرعة. ما استأذن من صاحب المزرعة. هي طاحت عليه. سمحوا الأمور عسارة. إيش رأيك؟ قول حلال. حلال بس. فالمهم أخذ التفاحة فجاء ليأكلها فتذكر أخاه قال هذا المجنون في البيت الآن يقول لازم الرزق يجيني ما راح يجيه رزق يموت الحين وأنا ابتلش فيه أخوه فأخذها ورجع إليه البيت ثم قال فلان قال نعم فرمى عليه التفاحة فلقفه نعم ما هذا قال شفت لابد أن تخرج وتسعى لتحصل الرزق قال لي بس منو اللي أكل واضح الصورة هذه التفاحة مكتوبة للذي جلس لكن عمله خطأ والذي خرج مطبق لأمر الله فهو أجر لأنه أطاع الله فيما أمر سبحانه وتعالى فالقصد أن الأرزاق مكتوبة وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه ولا يشغل كل همه بل يشتغل بما أمره الله تبارك وتعالى به وخلقه لأجله وقد ذكر أهل العلم لطلب الرزق من الله أو ذكروا أسباب الرزق أو زيادة الرزق فيما يظهر لك منها أولاً التوكل على الله التوكل على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كذلك التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذلك صلة الرحم صلة الرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه فصلة الرحم مما يزيد الله فيها الرزق الاستقامة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فهذا أيضا يزيد في الرزق الشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالإنسان إذا شكر الله تبارك وتعالى زاده من فضله والأسف الناس اليوم لستم أنتم إن شاء الله تعالى ولست أنا أنسى الله أن يثبتنا وإياكم على الطاعة يعني لا يشكرون الله بل يكفرون بما يرزقهم الله تبارك وتعالى ولذا عتب الله عليهم فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم تكذيبا سماه رزقا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بدل أن تشكروا الله تبارك وتعالى كذبتم بالله جل وعلا وكذلك الدعاء الدعاء جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال إني كاتبت سيدي هو عبدي يريد أن يكون حرا فيسمونها المكاتبة كاتب سيده قال إني كاتبت سيدي وعجزت يعني ما عندي أكمل المال الذي اتفقنا عليه فساعدني يقول لعلي رضي الله قال أولا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك فكل هذه أسباب لزيادة الرزق يمن الله يبارك لك الله في رزقك يعطيك من فضله سبحانه وتعالى فبعض أهل العلم قال لا الرزق يمكن أن يزيد يزيده الله تبارك وتعالى وبعضهم قال لا الرزق يباركه الله جل وعلا حتى تظن أنه زاد وهو لم يزد وإنما جعل الله فيه البركة وهذا شيء مشاهد أحيانا ترى بعض المال عندك يبارك الله لك فيه فتشتري فيه أشياء كذا وبعض المال بسرعة ينفذ فذكر أهل العلم بعض أهل العلم أن هذا مقصوده البركة لا أن الرزق يزيد فعلى كل حال
نتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. صلى الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.